السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة سلطان تكنولوجي. زي ما شرحنا يا شباب المحاضرة اللي فاتت اللي هي كانت بتتكلم عن الـ One Dimension Array، فالليلة حنيجي نبدأ شرح المحاضرة بتاعتنا اللي هي اسمه Array Method Array of Object. هنا يا شباب حنقول الملخص بتاع الكلام ده كله. اول شيء قبل ما نبدا يا شباب عملوا سبسكرايب لايك للفيديو، ولازم تشيروه لكل شخص محتاج له. نجي نبدا. يلا يا شباب الباسنج اري تو ميثود، ان احنا كيف نمر للدرجه. زي ما يا شباب درسنا المره فاتت الباسنج باي فاليو والباسنج باي ريفرنس، الفرق بيناتهم شنو؟ خلاصة الكلام ده كله يا شباب انه الباسنج باي فاليو بتشيل لنا نسخة من الدالة بتاعتي، يعني بتشيل لنا نسخة من المتغير البداية. انه انا مثلا اديكم مثال بسيط، زي ما شايفين يا شباب انا هنا عندي كوبايتين، الكوباية الأولى احنا قاسمين الصورة الباسنج باي فاليو، دي بتوضح لي انه دي الباسنج باي فاليو، دي الباسنج باي ريفرنس. انا لما يكون عندي كوباية فاضية قمت شلتها وخدت في الدالة عملت فيها تغييرات، مثلا كبيت لها الشاي، وحاليا كده انا المتغير بتاعي ده جوا الدالة انا غيرته في الباسنج باي فاليو. لكن لما اجي ارجع للمتغير، لما اجي ارجع للكوباية حلقة فاضية، ليه؟ لانه انا شلت نسخة من الكوباية، شلت منها نسخة، والنسخة دي ما يعني أي حاجة أنا عملتها فيها ما بتمشي تتعدل لي في شنو في الأصل، ما بقدر أنا شنو أي حاجة عملتها هنا بتطبق لي في النسخة الأصلية. زي أنت لما تشيل لك ورقة، لما تشيل لك ورقة من أستاذ مثلا مشيت تصورها في المكتبة، لما تمشي تصورها نسخة وتشيل نسخة من بتاع المكتبة ولو شخبطت عليها، هل معناها انه النسخة الشيلدة انت الشخبطت عليها دي هتظهر عند الورقة حق الاستاذ الاصلية؟ لا، نفس اللي حصل هنا. اما الباي ريفرنس يا شباب انه انا لو عندي هنا مثلا، انه انا هنا مثلا لو عندي جبنة، عملت انا هنا الكوباية بتاعتي شيلتها بقيت جبنة بتاعتها، قمت عملت لها تغيير في شنو في الدالة بتاعتي، تبيت مثلا بدلها شاي. لما اجي راجع هنا يا شباب حلقة شنو؟ ما حلقة الجبنة، حلقة الشاي الآن شنو عملته في الدالة، يعني هنا أنا شلت الأصل زاده، عدلت عليه وأي تغييرات بتحصل عليه بتحصل عليه شنو؟ في المتغير بتاعي ده نفس شنو؟ ده الفهم بتاع الباسنج باي فاليو، الباسنج باي ريفرنس. يلا يا شباب نشيل نطبق الكود بتاع الباسنج باي فاليو عشان نعرف الفرق بيناتهم في كود عملي. إذا نحن ما فهمنا شنو من نظري. هي يا شباب نعمل كود مثلا نسميه تيست، الكلاس بتاعي اسميه تيست عشان لما احفظه بسهولة. تيست سيف. نيجي نعمل يا شباب كومبايلر. ظاهر شباب هنا عندي ايرور واحد، الايرور بتاعي وين؟ الايرور ده بوريك الايرور بتاعك انت وين. الخطا بتاعي يا شباب قال لي ان انا عندي قوس نايس او قوس، فانا حاجي هنا ده المثال بتاعي، حامشي حاجي هنا في قوس، في قوس زايد، فمسحت من القوس واجي اعمل كومبايلر من الاول، طلع عندي اثنين ايرور. الايرور لازم تتعلم انك تحاول تحل الاخطاء بتاعتك، ان المصفوفة بتاعتي الكود مكتوب غلط يا شباب. المصفوفة بتاعتي اسمها ان او، وان هنا عامل ان، فانا عندي حلين، يا اما انا اضيف او هنا في كل ان هنا، او هنا شنو احذف ان او اكتب ان. انا يا شباب هعمل شنو؟ وصلت كل ان هكتب او، ليه؟ لانه الداله بتاعتي ان او، هنا كتبت او، فلما اجي اعمل كومبايلر يا شباب كده ما عندي اي خطا. نيجي ننفذ، انا هنا اديته القيم 5 6 9 و4، قلت له جوه الداله دي
انه يطبع لي القيمة بتاعتي ويزيد لي بواحد. هنمشي نعمل كومبايلر. يلا شباب نجي تولينا شوف الفريق نفذنا البرنامج. طبعت معانا 5 زي ما شايفين، 6 9 4. تعالوا طبعت لي نفس الكلام. يبدو لي انه شنو، انه ما بأثر، انه انا شفت نسخة ما بأثر معي في القيم بتاعتنا اللي انا اديتها لها هناك. فمثلا نعمل سلاش واي نزل لنا سطر جيد. خلينا نعمل كومبايلر تاني. زي ما شفنا زي ما ده الفريق ده الباسين باي فاليو. نيجي نشوف يا شباب الباسين باي ريفرنس. الباسين باي ريفرنس يا شباب زي ما قلنا نحن شرحنا هناك، هنيجي نطبق الكود بتاعنا زي ما هو عشان نعرف الفريق بيناتنا. مثلا اسم الكلاس بتاعي انا حافظ بشنو، الملف ده حافظ بالتست. نيجي نعمل له حفظ، نعمل له كومبايلر لو كان فيه اي خطأ، يكون فيه خطأ في الاري. نشوف الاري هنا، هنا عن الاري الخطأ يا شباب. الخطأ هنا بالآلية المفروض إن احنا نعمل شنو؟ ال O نجرب اشتغل معانا. ليه يا شباب الباسين باي ريفرنس؟ إنه أنا هنا أديته قيم 5 و6 و9 و4 نفس القيم اللي نحنا عملناها في الكود السابق بتاع الباسين باي فاليو. أما هنا في الدالة بتاعتي هنا عملت حلقة وخزنت جوا الحلقة دي في المصفوفة بتاعتي، خزنت فيها القيمة 8 على أساس إنه تمر لي بالموقع الأول تخزن لي 8، موقع تاني تخزن لي 8 8 8 8. فلما نحن جينا نعمل طباعة هنا طبعا المصفوفة بتاعتي طلعت ليش هنا 88 88 88 88. ده الفرق بين passing by reference و passing by value. طبقناه في كود قدامكم. تعالوا نشوف حاجة تانية. يلا شباب قال هنا شنو return an array from message، انه نحن نعمل شنو، نعمل return لأري في دالة، ونجي شنو نستدعي دالة هنا. فنجي نشيل الكود يا شباب زي ما هو، ودائما أغلبية يعني الشيتات الأكواد بتاعتها بتكون فيها يعني ايرور، لكن الايرور اللي بيكون شنو بيكون بسيط، يعني حاجة بتكون بسيطة ما تعمل تيست. زي ما التيست ده يا شباب علشان أنا مسمي الملف ده تيست، عشان بدل ما كل ساعة أجي أنا أعمل ملف جديد وأحفظ بيه نفس اسم الكلاس وشو، فأنا الكلاس بتاعي تيست بغير التيست بتاعي. دي هنا شنو؟ هنا جبنا عملنا دالة اسمها جيت اريه. الدالة دي خزننا جوالها مصفوفة، مشان جوالها مصفوفة خزننا جوالها قيم مباشرة وصلنا ليها. عملنا شنو؟ ريتيرن للدالة للمصفوفة بتاعتي هنا. جينا هنا عملنا الدالة بتاعت void main، وانه هنا انشأت لي مصفوفة تاني، قلت لها مصفوفة اللي اسمها اريه دي جوالها شنو؟ قلت لها بيساوي لها جيت اريه المرجع شنو من الدالة دي، ونعمل حلقة ويطبع عليه شنو الاريه اوف اي. نيجي ننفذ يا شباب، شوف الكود صح زي ما شباب. طبعا ليش شنو؟ طبعا ليه 90 و80 و70 و60. نعمل لهم برنت لاين عشان كل واحد يبسطه براو. نيجي نعمل له شرط يا شباب، ان كل ما انت تجي تعدل على برنامج لازم يا شباب تعمل كومبايلر. اذا ما عملت كومبايلر يا شباب هيقوم ينفذ لك الكود اللي انت كتبته قبل التعديل. كده لازم تعمل كومبايلر. نيجي هنا ننفذ البرنامج، طبعا طلع 90 80 و70 و60. انه انا في الفويد مين انا هنا ما انشأت لي دالة،
ما انشا ما اديت المصفوفه بتاعتي قيم، انشات المصفوفه فاضيه، قلت له هنا اديتني في الداله دي المرجع يتخزن لي في الداله دي، وجيت هنا انا قلت له انه الاليه المصفوفه الان انشاتها بتساوي لي شنو، وجدت اليه المرجع من الداله بتاعتي اللي اسمها جيت اليه، وهنا عملت الحلقه بتاعتي وقلت له اطبع لي، فتخزنت لي فتزعينا كده ان احنا جوا الداله هنا 70 و80. نجي يا شباب للاري اوف اوبجيك. الاري اوف اوبجيك يا شباب ان احنا ننشئ مصفوفه، ان احنا ننشئ اوبجيك من المصفوفه بتاعتنا. كيف الكلام ده؟ بالسينتاكس ده يا شباب نقول كلاس نيم اري اوف اري اوبجيك، نعمل هنا الاوف بتاعتنا على اساس انها هي مصفوفه، يعني بالاوف بتاعتنا نكتب نيو الكلاس نيم. الكلاس نيم بتاعي انا شاهده اوف شنو؟ اوف سايز. مثال لها هنا عندي مصفوفة اسمها array object، الموقع بتاعها زيرو، يساوي لي شنو نيو كلاس نيم. كلاس نيم ده تكتب اسم الكلاس بتاعك اللي انت انشأته، لازم يكون يبدأ بشنو؟ بالكابيتال. لل array of object، array object واحد الموقع الاوبجيك بتاعنا بتاع المصفوفة بتاعتي. ايه يا شباب ده نعمل له شنو؟ بدل ما انا اقول اوف زيرو اوف واحد ندخله جوا شنو؟ جوا لوب. زي ما جينا هنا يا شباب قال لنا شنو؟ قال لنا انشئ كلاس اسمه امبلوي. الكلاس ده بيحتوي لي على شنو؟ على اتنين داتا فيلد اللي اسمها اي ام بي نم ان اي ام بي سيل. الاتنين ده عباره عن رقم بيكون انتجر عادي، اول شيء وده تحدد نوع الداتا تايب بتاعه الصور مرتب. المرتب ده يمكن يكون فيه فاصلة عشرية، معناها شنو؟ ان ده هيكون دبل، ده هيكون انتجر. قال لي ان جيت ميثود فور ايتش فيلد، انه انا اعمل داله بتاعت جيت لكل الحقول بتاعتي. انا هنشئ كلاس اسمه امبلوي، هنشئ الامبلوي نيم الحق بتاعي هيكون شنو؟ انتجر، هيكون برايفت خاص انه ما اقدر اصل له، عرفتوا؟ والدبل لشنو؟ الاي ام بي سيل. كيف نحن نمشي الداله بتاعت الجيت؟ الداله بتاعت الجيت يا شباب اسهل حاجه، انه دائما هنا شنو يكون بابليك، دائما هنا شنو يكون الداتا تايب بتاعتك النوع المرجع، هنا شنو جيت لا و اي ام بي نمبر اسم الفيلد بتاعك، ولازم الاي تكون شنو الحرف الاول يكون بالكابيتال زي ما مكتوب هنا. هنا بتعمل شنو؟ هنا بتعمل هنا شباب داخل الجيت بتعمل ريتيرن اسم الحقل بتاعك الموجود هنا، بس تعمل ريتيرن دي فقط الدالة جت، يعني حاجة بسيطة. هنا برضه جينا بابليك نوع البيانات حق الـ EMB سيل شنو؟ الدبل، كتبت له دبل جت سالري، وشلت عملت له ريتيرن وشلت الـ EMB سيل برضه كله، حطيته مكان شنو؟ بعد الريتيرن بتاعي دي كده الدالة جت تتنشئ كده. بعدين بيجي بدخلها في شنو؟ في حلقة. قال لي يوز ان انا كيف استخدم الفور اتش لوب، استخدمها بالنسبه للمصفوفات كيف. هنا قال لي فور الفور، قال لي اي ام بي دي شنو؟ دي اسم الكلاس، كلاس بتاعي. يعني انا ممكن انشئ فاريبل من اسم الكلاس بتاعي، عرفتوا؟ يعني هنا قلت له اي ام بي اسم الكلاس بتاعي، انشأت متغير اسمه work. هنا مرت له شنو المصفوفة بتاعتي اسمها emb، هنا قلت له اطبع لي work dot get. dot get دي هيمشي هنا هيلقى dot get emb number، هيمشي هنا هيلقى ال get emb number، هيدينا شنو؟ اطبع لنا المتغير، بتطبع لنا القيمة ال value جوا ده. تاني قلت له المتغير بتاعنا دوت جيت سالري، هيمشي هنا في الكود بتاعي هيلقى الجيت سالري، هشوف الريتيرن بتاعي شنو اي ام بي، هشوف القيمه اللي جوه ليها هقول اطبع عليه. دي مثال ليها يا شباب. احنا يا شباب نشرح المثال ده يكون احنا اكتفينا من شرح المحاضره دي. يعني اذا انا شرحت ده فما حنشيل شنو، ما حنقدر نشتغل تيوت عشان ما يكون الفيديو كتير.
نيجي أول شيء يا شباب نطبق الكود، بعد ذاك نجي نفهمه أو نفهم الكود، بعد ذاك نجي نطبقه. مثلا الكلاس بتاعي AMD، ممكن أنا أغير الكلاس بتاعي، أنا هناك عامل تيست. طيب يا شباب، ممكن في حركة ظريفة كده ممكن تدعمل في البرنامج بتاعي خاص في الجافا، هنا الامبورت ايوه جيتا، اللي هي شنو؟ اللي هي شباب مثلا انا اذا انا عندي كلمة داير اغيرها، الكلمة دي موجودة في كل في كم سطر بتاعي، وانا بدل ما امشي اغير الكلمة كل مرة ممكن انا اعمل شنو؟ انا هنا عندي خيار اسمه ريبليس، ده بيقول لي شنو الكلمة اللي انت عايزها اللي عايز تغيرها. والله ده اغير بدل قلت له اميروي ده عامل شنو بدله، انت اكتب بدله تيست. التيست ده تعمل بدل شنو؟ بدل بدل كله امبلوي هل ده تعمل للامبلوي الاول ولا لا؟ انا اعمل داير اغير كل الامبلوي الموجود اللي هو عمله شنو ريبليس، حصل العكس هنا. هنرجع كل امبلوي هنا بطل القط، هو عملت له هنا لصق، هنا عملت شنو التست بتاعي بليس اول كده، انا غيرت يا شباب، غيرت شنو التست حقتي، انا غيرت اسم الوصفة بتاعتي. نيجي نجرب الكود ده، هل هو شغال ولا ما شغال؟ طلع انه فيه ايرور وين؟ في السنة نيجي نعمل حفظ، نعمل كومبايلر، انه هنا يا شباب الغلط بتاعنا، انه هنا احنا نعمل لو نقفل هنا ونشيل البابليك كلاس، نيجي نعمل سيف، نجي نضيف هنا اشتغل معانا البرنامج. لما يا شباب نجي ننفذ البرنامج نلاقي ادخل منين، مثلا دخلت ايمن ادخل المرتب مثلا ضغطت انتر، نلاقي ادخل النيم الثاني احمد من 3000 300000، تعال ادخل اليوم يا شباب. الكود بتاعنا يا شباب هيعمل لنا ادخال لعشرين بيانات، فنحن يا شباب مش نختصره، الامبلوي هنا من 20 لو يجيو مثلا 3، نعمل سيف نشغل البرنامج بتاعنا سمينه الاول تمام. اضغط انتر، هنا قام طبعوا لي يا شباب، هنا طبعوا لي في سطر واحد لانه ما عملت برينت لاين، هنا نيجي نعمل له برينت لاين يا شباب عشان يكون اي اسم نبو براون، كل واحد يجي في السطر الثاني، نعمل ادخال سريع سريع. اضغط انتر يا شباب، يلا اقول لك هنا name of employee is ايمن and السر بتاعه 200، name employee احمد and السر بتاعه 30، name is employee علي السر بتاعه 20. يا شباب ده الكود بتاعنا، نيجي نشرحه يا شباب. انا مطلوب مني اني اعمل شنو، احمل كلاس اسمه employee
ادانا اللي يعمل انشي اثنين داتا فيلد. داتا فيلد اسمه نيم، نيم اي ام بي، نيم اي ام بي سوري الاسم بتاع الموظف والمرتب بتاعه. الاسم يا شباب بيكون بالسترينج، مع باي سترينج، السالري بيكون بالدبل. قال انشئ فيهم دالة الست والجد، دالة الست والجد بنشئها كيف؟ زي ما شباب شايفين دايما دالة الست ما بترجع حاجة، لكن شنو؟ تكون فيها قيمة تستقبل. من هنا قلت له void set name، النيم لازم أول حرف يكون بالكابيتال. قلت له إنه الدالة بتاعتها حقت النيم دي تستقبل شنو؟ تستقبل string، لأن احنا هنقول string. string هنا أي اسم متغير، فهمتهم؟ إذا كان مثلا emb هنا emb نفس الاسم بتاع الحقل الفوق، نفس الاسم بتاع الحقل بتاع الفوق، معناها شنو؟ معناها هنا انا هنا مش هكتب this، هكتب شنو؟ this dot شنو؟ emb بتاعي، هعمل شنو؟ هنسخه كوبي، هجيب شنو؟ ده كده لو كان شنو؟ لو كان المتغير اللي انت عملته هنا نفس اسم شنو؟ نفس الاسم بتاع الحقل بتاعي فوق. فهنيجي هنا شباب عملنا دالة الجد زي ما عارفين، نعمل دالة الجد بترجع هنا ترجع لي سترينج صح؟ هنا كتبت سترينج، هنا ما بتستقبل لي حاجة، قلت له جد نيم. هنا بترجع لي شنو؟ الداتا فيلد بتاعي انا انشأتها هنا، دي الداتا فيلد. ونفس الحكاية ان انا انشأتها السيت للسالري والجد للسالري. بعدين جيت هنا خلصت من شنو الكلاس ده اسمه امبلوي، جيت هنا قلت له بابليك كلاس تيست امبلوي، انه عندي كلاس بابليك اسمه شنو؟ تيست امبلوي. قلت له بابليك ستاتيك فويد ميل، دي الداله بتاعتنا بتاعت الميل، ان احنا البرنامج بينفذ منين؟ بينفذ من الكلاس اللي بيكون داخله الميل. عملت متغيرين سترينج للان ودبل للاس. هنا عملنا سكانر، قلت له الكي ايكوال نيو سكانر، زي ما عرفنا احنا في الدرس السابق انه كيف نعمل سكانر. عملنا انشأنا مصفوفة اي ام بي من شنو؟ من الكلاس بتاعنا اسمه امبلوي، ده الكلاس بتاعنا اسمه امبلوي. هذا لو شباب احنا شلنا الامبلوي زي ما هي، عملنا اي ام بي المصفوفة بتاعتنا اوف ايكوال نيو اسم الامبلوي بتاعنا هنا، نعمل لوكال بيست ننزله هنا اوف شنو سايز، تلاقي المصفوفة دي حجمها شنو؟ حجمها 3. عملت هنا حلقة عشان تمر على كل عناصر المصفوفة، قلت له اي ام بي اسم المصفوفة بتاعتي دي اوف الاي، الاي بي زيرو، والاي ده يخزن في الجملة شنو؟ ملغي حلقة، كل مرة بتلاقي واحد. قلت له نيو اي ام بي ام بلوي، ام تنشئ لي شنو؟ ام تنشئ لي اوبجيك من الكلاس بتاعي. قلت له سيستم نمبر اوت بلند، ادي رسالة توضيحية وتخلي لي النيم، عملنا لي ان ده الان اللي احنا عملناه هنا دوت شنو دوت كي اللي عملناه في الاسكانر دوت نيكست، لانه سترينج عملنا نيكست. تاني جت رسالة للسلري، قلت له اس للمتغير التاني اللي احنا انشأناه حق الدبل، كي نفس المتغير اللي احنا انشأناه هنا دوت شنو ده دبل صح، نقول نيكست دبل لازم ادي تكون شنو اول حرف يكون شنو بالكابيتال. بعدين جيت انا حصلت كيف؟ طيب انا مع انه الكلام ده عندك برايفت، انا كيف وصلت له؟ وصلت له عن طريق الاوبجيكت اللي انا انشاته، قلت له اي ام بي اوف اي المصفوفه بتاعتي الحقل الاول دوت دوت شنو يا شباب؟ دوت السيت نيم، السيت نيم دي موجوده هنا، السيت نيم موجوده هنا، السيت نيم موجوده في الداله بتاعتي، دي السيت نيم بتاعتي. حيمشي شوف هناك من اللي طلع شنو؟ انا شايف من اللي طلع الان ده هو شنو؟ ده هو المتغير اللي انا انشاته هنا، الخزنت الجوله شنو؟ الاسم بتاع الشخص. قلت له سيت نيم يعني جيب لي الداله بتاعت السيت نيم دي، خزن لي جواليها الاسم اللي انا ادخل المستخدم. جيت الاي ام بي اوف اي هنا، قلت له دوت شنو؟ دوت السيت سالري، امشي لي الكلاس بتاع الاسم امبلوي فيه داله اسمها سيت سالري، مر لي ليها الاس، الاس ده هو شنو؟ ده هنا الانتر الادخال بتاع السالري، يعني قلت المستخدم دخل لي قيمة بتاعت السالري بتاعتك، خزنها في المتغير اسمه اس، خليت مرة له. بعدين عملت له شنو؟ عملت حلقة بتاع الطباعة عادية، وانت طبعت له، لما اي اطبع هعمل شنو؟ داخل الدالة بتاعت البرنت
هقول له ايه name of employee is، دي عبارة رسالة توضيحية plus نعمل دمج ال emb of i dot شنو، هنا عملنا set، set نعمل بقى ادخل، اما ال get بنعمل بقى اخرج. قلت له dot get name، هنا عندنا دالة اسمها get name بترجع لي فقط. هنا قلت له بلس، اديته رسالة قلت له الاري is، عملت بلس قلت له شنو emb of dot get salary، انه شوف لي السالري دالة هي السالري، نطبع عليه القيمة يجوا له كده. يا شباب نحن نكون خلصنا وشرحنا الكود ده، مع انه نحن ممكن ناويين نشرح الكود، لانه دي كلها عبارة عن امثلة المفروض انتوا تطبقوها في اجهزتكم. وعشان كده هنلاقيكم المرة الجاية يا شباب، وللاسف ما حقدر احل معاكم من تيوت، وممكن بعد ما نخلص نهاية كده نعمل فيديو واحد يكون فيه حل من كل تيوت. فبإذن الله، شكرا لكم يا شباب.